مساء الخير عليكم جميعا، أتمنى تكونوا بخير وأفضل حال يا رب. اليوم حبيت أصور معكم روتيني المسائي. شوفوا روتيني المسائي، ممكن روتيني الصباحي دائما أصوره لأنه أنا إنسانة صباحية، أكثر وقت أتواجد فيه الصباح النهار. في الليل أكون متواجدة بس يعني ما في أنشطة كثير، بس اليوم قررت أكسر النظام اللي قاعدة أسويه. قلت اليوم لازم أطلع، لازم أسهر، ما عندي خطة، بس كلمت أخواتي قلت خلونا نطلع بعد صلاة المغرب كذا على طول، أو بعد صلاة العشاء بكثير، لأنه بعد نفس الوقت ما أبي أخربط نظامي، أحب يكون وقتي مرتب. يعني تكون طلعتنا مثلا 7 أو 8 ونرجع قبل 11، لأنه لازم أنام قبل 12 عشان ما يتخربط نومي. للحين ما قررنا بروح مطعم أو مول، أو بس الأساسي أول ما نطلع بناخذ قهوة ونلف بالسيارة، بعدين نشوف نروح مول أو نروح مطعم. شوفوا اليوم قلت لازم أبدع، ما بحط شيء، يعني ما مسوية ميك اب وكذا لأنه بروح أماكن مسكرة غالبا، بس في عندي منتج هنا شريته قبل وما استخدمته، قلت ليش ما أبدع معاكم ونجربه. هذا المنتج يمكن يكون تاتو حواجب، هو تنت بس يعني شيء مؤقت، بس ما قد جربته. تخيلوا من شريته هذا، شوفوا نفس أغراضه حتى كيسته، للحين ما فتحتها. هذه القطعة بعد شوفوها، بس هذه المكونات في ورقة. يعني أنا بالعادة قبل ما أطلع أحب أشيك على حواجبي أرسمهم، اليوم قلت لا ليش أرسمهم، أجرب المنتج هذا إذا حلو أصير أسوي مثلا كل بداية أسبوع. بروتنت من أرديل، تعرفون شركة الرموش المشهورة. خلونا نجرب. شوفوا حاطين هنا كيس وفيه صحن، خلونا لكم مكونات الكيس. صحن سعنو، شوفوا بلاستيك، ونفس الملعقة تخلطون فيها، وبعد فرشة، فرشة توزعونها على الحواجب. شوفوا قالوا أحط كمية واحدة ربع كمية، والمكون الثاني أحط 4 مرات، يعني واحدة كمية والثاني 4 أضعاف، غالبا هذا 4 أضعاف لأن هذا كميته كبيرة. حاولت أقرأ ولا ما فهمت شيء، اللي فهمته إنه المفروض أستخدمه يعني مثلا المفروض أستخدمه اليوم، أسوي تيست بعد 24 ساعة أستخدمه كامل. فرضا إنه بنحط، بسم الله، الكمية هذه كني كثرت الكمية 4 مرات، أو بسم الله، واحدة ثنتين ثلاث أربعة كذا، أحسها 4 مرات حطيت الكمية. بعد كذا بخلطه، شوف شكله. الخليط الثاني نفس الجل، إن شاء الله إني حطيت كمية صحيحة. ما له ريحة أبدا، تعرفون الأشياء هذه اللي تكون تصبغ الحواجب زي التنت تكون فيها شوية ريحة، هذا ما له ريحة. شوفي شكله، خلاط كفاية. المفروض الحين أحط فيه الفرشة كذا وأمشط فيه الحواجب. أحسني مرة حواجبي صارت أوفر، بس بدي إذا غسلته مدري هو يصبغ الحواجب بس ولا يصبغ الحواجب والجلد، الله يستر. المهم إني حطيته الحين على حواجبي بس. خلا أرجع هذي في كرتونها، بعدين برجع الفرشة معاه بس بشوف في منتج ثاني بعد بستخدمه الحين. سبق استخدمته حلو يعني مو سيء. هذه لصقات الأنف أخذتها والله من محل كوري بس ما أذكر شو اسمه. عارفين الطلعة هذه ما ودي يعني أحط ماسكرة وأحط السواليف، لا ودي بس كذا عناية بسيطة. تعرفوا بعض الطلعات تحمسكم تتكسرون تسوون عناية، صح؟ مثلا تتكسرون تسوون مثلا تصبغون حواجبكم أو تحطون اللصقة حقت الرؤوس السوداء، بس عندكم حاجة تطلعكم البيت تحمسكم. يعني كذا قاعد تحمس بشكلها، شوها تحطونها بعدين بمنديل في موية تحطونها على هالوجه كذا. عندي هنا موية ناتشر، تحطون في المنديل موية وتطبطبون على اللصقة لين تلصق في الأنف كامل. بسم الله،
تدرون ريحتها هذه السكيت الأنف، ريحتها الصمغ الأمريكي، صمغ بوجني إذا تعرفونه الأمريكي. نشوفه كتشوفون مكتوب عليها ميليسو، غالبا هي يعني 7 ريال. بس كذا بنتظر 10 دقايق إلى ربع ساعة، إذا جاء وقت أفك ذي وأغسل حواجبي أرجع أقول لكم شو النتيجة، حلوة ولا بدأت الحواجب متحمسات لها. غسلت حواجبي يا بنات، النتيجة مرة حلوة، جدا حلوة، بس إنه شوية شوية صبغ شوية في الحواجب، برا الحواجب في الجلد. قاعدة أرش موية ورد وأحاول أخر الزايد بالمناديل. لو سويت الفرشة ترسم حواجب كان يطلع أحلى. الحين باقي هذه اللصقة، خلاص جفت، بسم الله، المفروض بسم الله هني أشيلها. جد تنظف يا بنات، جد تنظف. خلاص شلتها بس كذا، الحين غالبا بروح أغسل وجهي وألبس على السريع وأشوفكم برا. هلا أنا وصلت. لا وصلت. ما في بيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. 4 كراميل مكياتو حار وسط. 4 كراميل مكياتو حار وسط. 1 آيس وايت موكا وسط. ليه؟ إيه الشبكة. هاي مام. شكرا. شوي شوي. أكل سليب ها؟ بقي آيس وايت موكا. آيس وايت موكا. شكرا. هنا جهة مطاعم كثيرة، في مهراجة، في ضوء القمر، في دار الكرم، بس مش عارفين أي واحد بنروح. اتفقنا أن ندخل المطاعم كلها ونشوف جلسات وكذا، نشم ريحة المطعم كيف أكلهم يحمس ولا لا. استقرينا على المطعم الهندي، قلنا قلنا نبي أكل فيه سبايسي. المسالة ديزاس كراي بيراني ديزاس روز بيراني سادة مشروبة بيراني ديزاس نان توم نان جوكا نان عادي. غريبة بس ما حطوا ملاعق غرف كبيرة. بسم الله. بس ريحة الأكل يا بنات ما شاء الله تبارك الرحمن الشهي، إن شاء الله ما تكون حرارة الأكل مرة. يعني أحب الأكل الهندي عاد، بس مو مرة فلفل. الأكل يا بنات ولا غلطة ولا غلطة ما شاء الله. خلصنا عشاء الهندي، صراحة أكلهم يجنن، كل طبق غير اللي قبله. بالعادة بعض الأكل الهندي يصير الأكلات تتشابه، لا حسيت كل حتى الرز، كل رز له نكهة خاصة. خلاص رجعت البيت وجاء فقرة روتيني المسائي اللي على طول قبل النوم، روتين النوم. باخذ شاور على السريع وراح ألبس هذا البيجامة وأوريكم المنتجات أو
الأشياء أو العناية الضرورية الأساسية قبل النوم. يلا خلوني على السريع أقولكم عن المنتجات اللي استخدمتها. فرشة أسنان ومعجون سنسوداين. المعجون أفضل سنسوداين، بس عادي لو ما في أي سنسوداين أمشي بأي شركة ثانية. وبعض أحيان يعني مرتين يعني ثلاث مرات في الأسبوع أفرش بكركم، كثير أحب. بنات مركزين على الفرشة هذه، نصيحة لا تتعدونها من سنسوداين، الرأس حقها مرة صغير ما يخليكم ترجعون تكون حالة اللي تبون ترجعون، لأن الفرشة ترى تكون مرة كبيرة، هذه صغيرة فعادي ما تسبب لكم حالة إنه فيكم لوعة. ترى حجمها جدا صغير بس في الكاميرا باين كبير. أصغر توقع فرشة مقاسها نفس يشبه، مو أطفال هي بس تشبه مقاس الأطفال. وأي خيوط أسنان مو شرط أورال بي، أي خيوط أسنان بس جدا مهمة. المضمضة الاسترين، المضمضة أنصحكم بالاسترين. يعني فرشة الأسنان الصغيرة من سنسوداين لازم، والمضمضة الاسترين لازم. المعجون عادي تقدرون تبدلون شركات، تقدرون تستخدمون كركم عادي. ورطبت جسمي كامل وإيديني بكيوفي، طبعا هو في له أنواع متعددة على حسب نوع بشرتك. ورطبت وجهي ببانثين، يجنن 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 يا الله. وجهي قبل ما أحط ببانثين حطيت من نفس التونر كذا ينعش البشرة من لوكسيتان، وحطيت مرطب الشفايف هذا من لوكسيتان بعد. بس كذا، بس الحين ببدأ أعيش الروقان والهدوء. ساعة اللي قبل النوم كثير أحب تكون روقان، لازم كذا شمعة هدوء استرخاء. ما أحب إنه ساعة قبل النوم تكون أفكار كثيرة في راسي، أو تكون إني مثلا أتواصل مع أحد، أو مثلا إنه أجلس على الجوال كثير. أجلس على الجوال كذا سريع سريع، عرفتوا؟ اللي أشوف كم مقطع حلو خلاص. بس اللي أجلس أتابع مثلا مسلسل كامل ما أقدر، ما أقدر أصلا، ما أقدر أطول أنام. وراح أحط من العطر هذا، سبق تكلمت عنه، جدا حلو يا بنات، جدا حلو. بس كذا رشتين تكفي، جدا حلو. وأكيد أكيد للغرفة راح أرش من بس بختين أو ثلاث بالكثير من باث أم بادي. تعرفون العطور حقت المفارش حقت الغرف اللي يجيب استرخاء أكثر، جدا يجيب استرخاء. اليوم حبيت اني اكسر روتين وكذا نغير مع بعض. بكرة ان شاء الله، يمكن بكرة، لانه بناتي خلصوا اختباراتهم المد اليوم، فبكرة ما بيكون عندهم شيء، وبكرة بيكون يوم جدا لطيف لانه ما عندهم اختبارات فترة حتى بس يذاكرون. فان شاء الله طلعهم طلعة حلوة، وبالذات اليوم ما طلعوا، فهمتوا؟ كان كذا ناقصتنا الطلعة وجودهم. بكرة ان شاء الله عوضهم بطلعة تجنن. بنات اللي ما اشترك للحين اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات، سووا شير للفيديو، كثير يفيدني لما تسووا شير للفيديو في الجروبات صديقاتكم أهلكم. وبس والله أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. مع السلامة.